قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمان حلقة متميزة بعنوان الترانيم الكنسية في صنع السلام. وأخذ استضافة البرنامج الدكتورة هبة عباسي، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع الأستاذ طعم جبارة قائد جوقة ينبوع المحبة للنقاش حول هذا الموضوع. وقد أجمع المتحدثون على أن ولادة المسيح بحد ذاتها مغفرة إلهية تسبق المصالحة وتصنع سلاما للبشرية جمعاء، إضافة إلى موضوعات أخرى طالها النقاش. فإلى هناك. عظمي يا نفسي من هي أكبر عظما لغينا الاحتفال بالميلاد، لكن لغينا المظاهر الاحتفالية اللي عادة منقوم فيها، وهو تقليد دايما شعبي، من كان إضاءة الشجرة في الشوارع في الأماكن العامة، وكمان البلد كلها هو عندنا في الأردن نحتفل في الميلاد بيكونوا بجوقات الترنيم والبزارات و ايضا لفات سانتا كلوز لتوزيع هدايا على الفقراء، لتوزيع الهدايا والمساعدات على العائلات المستورة المتعثرة. فكل هذه المظاهر التغت، لكن الصلوات قائمة، تسبيحة ربنا قائمة، الترانيم لربنا قائمة في كنائسنا وفي أماكن العبادة. فربنا طلب منا العهد القديم العهد الجديد دائما نرنم ونسبح. ومع هبة عباسي لما نقول ترنيم طبعا نتذكر هالأشخاص اللي بهالبلد عندهم الجوقات الكنسية للترنيم، إن كان جوقة ينبوع المحبة، جوقة قلب يسوع الأقدس، جوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق للروم الأرثوذكس، جوقة البيزنطية للروم الكاثوليك. وايضا كمان في مبادرات افراد صوتها حلو وبتقوم ايضا في مجموعات بالترانيم. دكتور، لما بنحكي عن الترانيم والتسبيح وموضوع الترانيم، وانت درستي موسيقى ودرستي انواع الموسيقى وانواع النغمات وايضا كمان كتبتي عن موضوع الترانيم الكنسيه وتاريخ الكنيسه في تسبيحه ربنا باللحن. نعم. والكلمة. نعم. فتخبرينا يعني، وهذه أنا قرأتها في إحدى المقالات اللي نشرتيها على الإعلام. نعم. ونشرناها عنا عن نورساد كمان. نعم. فضلي. شكرا لك دكتورة. هلأ الترانيم أكيد هي بشكل عام خلينا نحكيها نشيد، وفيها من الوحي طبعا الكتاب المقدس ووحي تعاليمنا الدينية المسيحية. هي بتكون عبارة عن ممكن أداء جماعي أو ممكن أداء فردي،
وطبعا موجودة عندنا منذ القدم، وكان أصلا بلشت خلينا نحكي أول ترنيمة في نحكي في عندنا في الكتاب المقدس لما السيد المسيح انولد وجوق الملائكة ظهر وقال المجد لله في العلا، سبحوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فهذه كانت أول نحكي تسبيح وترنيم بمجيء سيدنا المسيح. نعم. وطبعا بعدين أباء الكنيسة اجتهدوا في كتابة الترانيم الدينية، وأصبح عنا أيضا من المزامير، أخذوا مزامير أكيد داود النبي موجودة منذ العهد القديم. كلها هاي كانت بدايات للترانيم والتسابيح واستمرت لحد الآن، وطبعا في جهود كبيرة بدلت في لتطوير الترانيم. هلأ في أشياء ممكن نحكي إحنا تسابيح اللي هي فقط للتعظيم الرب والإله، وأيضا الترانيم اللي فيها كلمات إحنا يعني منتقبلها هلأ أو مش طبعا منتقبلها، إنه نحكي إنه إحنا مستعملها في حياتنا اليومية، وهي فيها طبعا من الوحي والتعاليم الدينية واللي بتعطينا الأمل، بتعطينا الحب، بتعطينا الرجاء. أوقات في بتحسسنا بشعور الندم، التوبة. فأكيد يعني الترانيم في لها عدة نحكي مجالات نعم حلو. لما اجيت اخذ الحلقه واشوف عن تاريخ الترانيم في العهد القديم، فلقيت انه في شخصيات بالعهد القديم، مثلا وقت موسى لقيت انه مريم وقت موسى قادت النساء في الترنيم، يعني اول ما بلشت الترانيم واللحن والهاي كانت النساء دائما هي اللي بتقود بهذا الموضوع، لانه ممكن من خلال يعني احساسها المرهف ومشاعر الفرح بتحب تعبرها من خلال اللحن والصوت. بيقولوا بسفر الخروج 15:20-21، فاخذت مريم النبيه اخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. يعني فيها كمان هذا انه تظهر فرحك من خلال الغناء. أكيد. من خلال الحركات، من خلال استعمال الادوات. طبعا بالزمانات نعم. كان الدف و نعم. يستعملوا في الموسيقى، ما عندهم مش لا اورج ولا عندهم نعم. نعم انا بلشت نعم. من زمان، كان عمري 13 سنه او يعني من صغيره طفله بلشت بالجوقه وظلتني مستمرة في الجوقة وجوقة قلب يسوع الأقدس. بوجه لهم طبعا تحية ولكل الجوقات وكل المرنمين صباح الخير. وكملت نعم. وتقريبا إلي فوق 30 سنة بهذا المجال، ومن الخبرة اللي صارت عندي قدرت شوية يمكن مثل ما تفضلتي إنه أحط في شغلات معينة، عملت تراتيل خاصة نعم. إلي ألحان وكلمات وهذا، وصار في ألبوم نكهة السماء نعم. اللي المرة الماضية نعم. أيضا تحدثنا عنه نعم. الحمد لله يعني عمل إن شاء الله يعني يكون يخدم لكنيستنا، وهو أكيد بيعبر عن رسالتي وأنا فكري وتوجهي قديش حابة أني أخدم كنيستنا وقديش حابة أنه كلمة ربنا توصل للجميع، يعني من خلال طبعا الترنيم. دايما بنحكي الترنيم إلها دور كبير، تخيل الكلمة لحالها قديه بتوصل للإنسان، فما بالك إذا ربطيها بألحان. بتحسي أنه اللحن بيرفع النفس البشرية، اللحن الكلمة والشعور أو الحس الإنساني ترفع النفس البشرية، بتخليه يوصل لمراحل يمكن عالية. أنا هيك شعوري الخاص فبشعر إنه ممكن يكون إلها تأثير كتير قوي وينعكس في الحياة والإيمان للناس اللي بتسمع. بالفعل الجوقة كنا مخططين لهاي العام نعمل مهرجان الترتيل الأول للميلاد، ولكن مع الظروف للأسف في غزة اللي دائما نصلي من أجل السلام، خلتنا نغير الفكر اللي رح نقدمه لأمسية الصلاة والترتيل. المميز بهاي الأمسية أنه رح تقدمها أربع جوقات: جوقة يابو المحبة، جوقة مزيكا، جوقة رقاد السيدة، وجوقة أطفال يابو المحبة. فبالتالي في غنى وتنوع كبير بالبرنامج اللي رح نقدمه. حاولنا من خلال كمان الأمسية نركز على بعض التراتيل اللي نحكي إيقاعها مش سريع خصوصا لظروف المحيطة، وبنفس الوقت ركزنا على عنصر الأطفال، يعني
الأطفال هم علامة للخير وعلامة للسلام وعلامة للمحبة، وهاي رسالتنا من هاي الأمسية اللي اسمها ميلاد السلام. فتحولت الأمسية أكثر باتجاه كلمة ميلادك سلام، وإن شاء الله رح ننهي بالترتيل أيضا جوا الترتيب في ترتيب في ميلادك يا يسوع، ورح ننهي في ليلة الميلاد على عكس المعتاد. بالعادة تعرف الترتيب الكريسماس ننهي بطريقة هيك احتفالية، لكن قررنا ننهي بترتيب سماء أكثر من ترتيب احتفالية حتى نوجه رسالة ميلادك. المأسس اللي قالتها دكتورة هي هو مفتاح النجاح، يعني أشخاص ربنا بعطيهم مواهب وخلوهم يشتغلوا زي ما قالت ممكن بعد 6 سنين 10 سنين سنة سنتين إلى آخر 30 سنة زي ما الواي يوقفوا لو سمح الله. فالمأسسة هي شيء أساسي، هاي نظرة لازم تكون مرتبطة مع الليتورجيا الكنسية.